هذا هو. توقف يا هذا. توقف يديني أيها الفتى. يجب أن تدفع لك ديني. توقف. إنه قلت لك توقف. إلى أين تفر؟ توقف. عليك أن تدفع دين أبيك. توقف يا هذا. يجب أن تفي بدينك. اللعنة عليك. توقف. يجب أن تدفع ديننا. هذا الولد الشاب اسمه إسحاق. إسحاق هذا كان حتى أسبوع مضى مشغولا بالعمل في دكان أبيه الذي مات بسبب المرض وفارق الدنيا. يرحمك الله. يرحمك الله. لكن هذا الحادث صار سببا لأن يجتمع عليه دائن أبيه ويطالبوه بمستحقاتهم. ها؟ أصبح إسحاق محتارا لا يدري ماذا يفعل، فهو لا يملك المال لكي يفي بدين أبيه. لك الحمد والشكر يا رب. الحمد لله. ها؟ مهلا أيها الشاب، توقف، أنا صديق أبيك ولدي حل. صديق أبي إسحاق وعرفانا للعلاقة الطيبة التي كانت تربطه به، طلب إليه أن يأتي إلى المدينة التي يعيش فيها ليساعده في العمل والتجارة، وهذا ما كان يناسب حال إسحاق، فقرر الذهاب إلى هناك. انتبهي لنفسك يا أمي. حفظك الله يا ولدي، أنا بانتظارك حتى تعود سالما إن شاء الله. استعد إسحاق للسفر والأمل يحدو، ولكن الدائنين منعوه وأكدوا أنه ما لم يسدد ديون أبيه لا يستطيع مغادرة المدينة. أنا أضمن ولدي حتى يعود بالسلامة، وسوف يقضي ديونكم عندما سيرجع من السفر. لا أدعك تذهب حتى تفي بديني. دعه يذهب، لقد ضمنته أمه. رضي ذلكما الرجلان ضمان أم إسحاق وأمهلاه شهرين. يا ولدي في رعاية الله. في أمان الله يا أمي. في أمان. ودع إسحاق أمه بحزن وأسف، لأنه لا يدري حقا المصير الذي ينتظره، فهل سيكون سفره ناجحاً موفقاً أم لا؟ في رعاية الله وحفظه. ولكن لم يكن بيده خيار آخر، ولم يكن يملك من أمره شيئاً إذا لم يوفق، خصوصاً وأن أمه قد ضمنته ولن يسامحه الدائنون، وهذا أكبر ما كان يقلق إسحاق. كانت المرة الأولى التي يبتعد فيها إسحاق عن بيته ويسافر لوحده، فلقد كان يرافق أباه في الأسفار، ولكنه يسافر لوحده هذه المرة وعليه أن يكسب التجارب، ولذلك لم يتركه القلق والاضطراب لحظة واحدة، فقد قضى الأيام والليالي بصعوبة بالغة حتى وصل أخيراً إلى مقصده برفقة القافلة. بالتعب والأمل دخل إسحاق المدينة التي وعده صديق أبيه، وبعد لقائه ذلك الرجل التاجر سرعان ما بدأ العمل معه. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام يا ولدي، الحمد لله على سلامتك. شكرا جزيلا. بكم تبيع هذا القماش؟ كان إسحاق يعمل كثيرا ليتمكن من جمع المبلغ اللازم ليعود إلى مدينته براحة بال. وهذه هي أجرتك. شكرا. ولكن تحقيق هذه الرغبة كان بحاجة إلى صبر وتحمل كثيرين. وهذه أجرتك لهذا اليوم. زادك الله بركة. مرت عدة أيام على موعد إسحاق مع الدائنين. لقد تأخر ولدك.
ها هم قد جاءوا إلى المرأة العجوز. إنه سيعود، أنا أعرف ولدي جيدا. جاءت أم إسحاق بقلب كسير إلى الإمام الصادق عليه السلام وطرحت عليه مشكلتها. تفضلي. فقال لها الإمام الصادق عليه السلام باعثا فيها الأمل: أصبري وحافظي على إرادتك وثقتك بالله. اللهم أسألك الصبر والتحمل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام. خذ، كان عملك جيدا جدا. زادك الله بركة. أما إسحاق فبالمال الذي حصل عليه استطاع أن يشتري بعض البضائع من سوق تلك المدينة، وأن يعود بها إلى مدينته مع قافلة الجمال العائدة. هيا هيا يا رجال، هيا هيا تحركوا، هيا في أمان الله. خذوا حذركم يا رجال، في رعاية الله وحفظه. في أمان الله. تحرك أيها الجمل. ولكن في طريق العودة أخبروا إسحاق بأن ثمة عاصفة شديدة في طريقها إلى حيث القافلة، فلجأ إسحاق إلى جبل قريب على عكس المسافرين في القافلة الذين كانوا يرون أن يواصلوا مسيرهم. على أي حال فقد مرت العاصفة ونجت القافلة من خطر كبير. ماذا حدث يا امرأة؟ لقد انقضى الشهران ولم يعد ولده. إنه لم يعد حتى الآن. أيتها المرأة العجوز، نريد ديننا. إلهي رد علي ولدي، فلم تعد باقة لي على التحمل. مرة أخرى ذهبت أم إسحاق بحزن ويأس من عدم عودة ولدها من السفر إلى الإمام الصادق عليه السلام. لم تعد لي طاقة على الصبر يا مولاي. قال الإمام الصادق عليه السلام: عودي إلى بيتك، فقد عاد ولدك من السفر. يا إلهي، ماذا؟ عاد ولدي؟ كيف يا ترى؟ كيف علمت بذلك يا ابن رسول الله؟ كيف علمت بذلك يا مولاي؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر مفتاح الفرج، وقد عرفت من كلامك أن الله قد فرج عليك بعودة ولدك من السفر، وقد أعطاك جزاء صبرك واستقامتك. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب. بعد أن قضى إسحاق تلك الأيام الصعبة راح يعمل في دكان أبيه بصبر وتحمل، وذلك اعتمادا على نصيحة الإمام الصادق عليه السلام الذي قال فيها إن الصبر مفتاح الفرج وأن الله مع الصابرين.